ماذا بعد سيطرة الانتقال على العاصمة المؤقتة عدن؟ في بابة هادي ورجال شرعية في الرياض جميعا رهن القرار السعودي. أبين لحج، هل تكونان الخطوة القادمة؟ وهل يستمر التحالف في دعم إسقاط المحافظات الجنوبية في يد الانتقال؟ أهلا بكم. بعد مضي 4 أيام على دعوة التحالف للانتقال بالانسحاب من المواقع التي سيطر عليها، يبدو أن ما يحدث في عدن يمضي في طريق لا عودة وسط صمت للشرعية مخيب لليمنيين. بدلا من الاستجابة لدعوة الرياض تلك، قام الانتقال بالتمدد في لحج وأبين وسط غياب للشرعية ومسؤوليها. فهل حسم التحالف أمره في تقسيم اليمن والقضاء على الشرعية؟ كل المؤشرات تقول ذلك، وفيما الانتقال يحشد أنصاره وتعمل أبو ظبي على دعمه بكل إمكاناتها العسكرية والدبلوماسية، وتمضي الرياض لتشكل الغطاء لكل ذلك، تتوارى الشرعية خلف تصريحات نائب وزير الخارجية دون إبداء أي موقف حقيقي أو تحرك على الأرض، خصوصا أمام حملات النهب والملاحقة والاعتقال التي تطال خصوم الانتقال السياسيين. ما الذي تبقى من الشرعية عمليا؟ وهل ستقوم بتنصيب عاصمة جديدة مواجهة الانقلاب؟ أم ستذهب لشرعنة الانقلاب والتماهي معه؟ أين يتمركز الموقف الشعبي من الانتهاكات والمشاريع المناطقية؟ وما يحدث في عدن؟ نجحت الإمارات في عزل عدن عن محيطها وشل يد الشرعية، لكن ذلك ليس كل شيء كما يبدو، فعربة الانتقال التي انطلقت بدعم من أبوظبي لن تقف على حدود العاصمة المؤقتة. المؤشرات تقول إن عدن ليست إلا فاتحة الاستحواذ، وأن خارطة السيطرة العسكرية ستضم معها أبين ولحج، المناطق المحددة لعدن. حالة استنفار أمني في كلا المحافظتين من كلا الطرفين تأتي في ظل مساعي الانتقال بالتمدد في لحج وأبين وسط غياب للشرعية ومسؤوليها. لم يعد خافيا أن التحالف حسم أمره في تقسيم اليمن والقضاء على الشرعية، وبات هادي ورجال الشرعية في الرياض رهن القرار السعودي. وجدنا أن هناك من يعمل باجتهاد لجعل عدن ساحة لممارساته الطائشة. ففي الوقت الذي يطالب فيه مدير أمن أبين علي الكازمي بوقف ما وصفها الإجراءات الانتقامية التي يتعرض لها عدد من منتسبي الوحدات الأمنية وقيادات المقاومة والشخصيات الاجتماعية من أبناء محافظات عدن وأبين وشبوة على يد قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي. وعادوا مانعنا ندخل بيتنا، هذا ناقص سرق الانتقالية بحكمنا. تتهيأ قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا في أبين والأعلى تسليحا بحجة مواجهة الإرهاب لمعركة قادمة. في الوقت الذي تدفع فيه الإمارات بكل قنواتها العسكرية والدبلوماسية لتعزيز موقف الانتقال وتمكينه، يستمر الخطاب الرسمي السعودي لتخدير الشرعية في تبادل أدوار واضح ومكشوف. تقول السعودية إن على الانتقال الانسحاب من المواقع التي استولى عليها خلال الأيام الماضية، ورغم أن الانتقالي لم ينسحب قيد أنملة، إلا أن الحكومة الشرعية رحبت بهذا الانتصار وأعلنت فتح باب الحوار مع قيادات الانقلاب في عدن. من مآسي الشرعية وبعد سقوط العاصمة المؤقتة سارعت إلى إقالة مديري أمن عدن ولحج وإحالتهما للمحاكمة، كما فعلت مثل ذلك مع هاني بن بوريك وعيدروس الزبيدي اللذين أصبحا بعد ذلك قادة المجلس الانتقالي. يقول مراقبون إن ما حدث في عدن كان الخطوة الأولى فقط لإنجاز مؤامرة الرياض، وأن القادم لا يزال يدعو للقلق. إذن مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا الناشط الحقوقي والسياسي لبيب ناشر عبر السكايب من نيويورك، كما سينضم معه آخرون عبر الهاتف خلال هذه الحلقة. بداية مساء الخير أستاذ لبيب، وكل عام وأنت بخير. مساء النور، مرحبا أختي آسيا، مرحبا بالمشاهدين جميعا. أهلا بك. إذن برأيك أستاذ لبيب، ماذا بعد سيطرة الانتقال على العاصمة المؤقتة عدن؟ كما جاء في التقرير، أعتقد أن الانتقال سيبدأ عسكريا بالتمدد، أو هو بدأ فعلا بالتمدد في بقية المحافظات. سيحاول أن يواجه
القوات التابعة للشرعية الموجودة في حضرموت في المهرة، سيحاول أن يجتاح سقطرة، حتى سيستخدم قطع، بالتأكيد سيستخدم قطع بحرية إماراتية، سيبدأ في داخل المدن الذي يحتلها أو يجتاحها، سيبدأ في حملات اعتقالات واسعة كما هو حاصل الآن في عدن، تستهدف في البداية سكان المنطقة أو بناء على التصنيف المناطقي اللي هم أبناء الأبين لكي نكون أكثر وضوحا. بعد ذلك سيبدأ بتيل التهم الإرهاب لبقية الناشطين والصحفيين من المعارضين لسياسات المجلس الانتقالي. هذا برأيي ما سيكون في المرحلة القادمة. طبعا كثير من الضباط الذين كانوا مع الشرعية حتى في القوات الرئاسية في قوات الحماية الذين صدمهم سكوت وصمت الحكومة الشرعية، صمت الرئيس، صمت رئيس الوزراء، صمت وزير الدفاع، صمت جميع من كان في الحكومة، الموقف الغامض لدى المملكة العربية السعودية، هؤلاء جميعا سيشعرون بالخذلان أو هم أساسا يحسون ويشعرون بهذا الشيء، وسيبدأوا بالانضمام إلى قوات المجلس الانتقالي فرادا وجماعات كما حصل في صنعاء. نفس السيناريو يتكرر مرة أخرى. نعم، إذن السعودية أمهلت أو التحالف أمهل الانتقالي لسحب قواته من المواقع التي سيطر عليها. أولا، كيف تفسر عدم رضوخ الانتقالي لتهديد الرياض الذي كان واضحا بأنه سيقوم بالضرب على المناطق التي تم الاستيلاء عليها؟ أنا في رأيي بأنه الاجتماع الذي حصل في جدة تأخر كثيرا. الموقف الذي صدر من الرئيس عبد ربه منصور هادي تجاه الإمارات تأخر جدا، كان يجب أن يكون قبل سنوات. الموقف الذي أو القرارات الذي أصدرها الميسري بإقالة مدير أمن عدن ومدير أمن لحج تأخروا كثيرا. لماذا لم يصدر هذه القرارات سابقا؟ لماذا لم يعترض عبد ربه منصور هادي على موقف الإمارات كما اعترض هذه المرة؟ لماذا لم يعترض سابقا؟ هل كان ينتظر أن يجتاح عدن؟ ألم يكن واضحا أن هناك 12 لواء عسكري، هناك تجنيد يوميا لأبناء بعض المناطق؟ ألم يكن واضحا كل ما يحصل؟ يعني الجميع، أنا كنت ألتقي بمسؤولين في الحكومة الشرعية وكان الجميع يتحدث، كان الجميع يتحدث، الميسري نفسه تحدث ذات مرة. فبالتالي ماذا كانوا ينتظرون لكي تصدر هذه القرارات؟ موقف السعودية واضح جدا، أن السعودية لديها مراقبين سياسيين، لديها مراقبين أمنيين، لديها مراقبين على جميع الصعد. السعودية نفسها كانت تعلم تماما ما يحصل بدقة في داخل عدن. السعودية ليست دولة بعيدة، السعودية شريكة فيما، أنا هذا رأيي الشخصي بأمانة، السعودية شريك فيما يحصل في عدن. السعودية كان لديها الحق ولديها الكف الأعلى في التحالف، والإمارات هي الحليف ليس الأقوى إنما الحليف الوحيد للسعودية، ولا يمكن أن تتحرك إلا بعد اتفاق معها. قضية أن الإمارات تعمل هذا كله ضد إرادة السعودية، هذا أمر أصبح صعب تصديقه. فأنا برأيي ما حصل هو مجرد ذر الرماد على العيون، لا أكثر ولا أقل. رأيي الشخصي وأنا أقولها بصراحة، السعودية ودول التحالف بشكل عام، السعودية بشكل خاص، لم تعد تحترم شرعيتنا، أصبحت تستخدم شرعيتنا فقط لتنفيذ وتمرير ما تريد. وأنا لا أستبعد أن يكون هناك اتفاق ما بين السعودية والإمارات على تقاسم المحافظات الجنوبية، أو على الأقل تقاسم الحكم الذاتي في المستقبل، بمعنى خلق مكونات وقوى في المحافظات تتبع بعضا منها يتبع الإمارات وبعضا منها يتبع السعودية، ويبقى الأمر على ما هو عليه. تفضل يا سيدي. نعم، إذن اسمح لنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ شفيع العبد وكيل وزارة الشباب من القاهرة. مساء الخير أستاذ شفيع. مساء النور عليك وعلى ضيوفك الكرام وعلى مشاهدي قناة بلقيس. إذن أستاذ شفيع، حملات اعتقالات في عدن ونهب منظم لمنازل المخالفين للمجلس الانتقالي، بداية ما مخاطر هذه الممارسات برأيك؟ بداية دعيني أقول أن ما حدث في مدينة عدن من انقلاب مسلح على ما تبقى من سلطات الدولة
لم يكن وليد اللحظة، وإنما هو مخطط له منذ وقت مبكر، من اللحظات التي حذرنا منها من انحراف التحالف العربي عن أهدافه المعلنة وذهابه باتجاه تمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن بشكل عام، وخلق ميليشيات خارج نطاق الدولة وعسكرتها وتسليحها بكل أنواع الأسلحة التي يفتقر إليها الجيش اليمني، الذي منع عنه حقه في التسليح وحقه في تزويد نفسه بالأسلحة اللازمة. حتى لا. إدارة المعركة لم يعطى، إدارة المعركة باتجاه الحوثيين أقصد، لم يعطى للجيش اليمني الحق في إدارتها واختيار الأهداف العسكرية وبتحديد بنك الأهداف. كل هذا كان الأسف الشديد أن تم التعامل مع الشرعية اليمنية كأنها مجرد مظلة لتمرير مشاريع خاصة. ليس هذا فقط بالنسبة للتحالف العربي، أيضا حتى في القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الشرعية ذهبت إلى تصفية خصومات بينية فيما بينها على حساب القضية الأهم، وهي قضية استعادة الدولة اليمنية. ما يحدث اليوم لا علاقة للجنوب به، لا من قريب ولا من بعيد، ولا يخدم قضية الجنوب بقدر ما يخدم أجندات التحالف العربي وتحديدا الإمارات العربية المتحدة، التي أهدافها باتت واضحة، التي تدور في اليمن هي ذاتها التي تدور في غيرها من بلدان الربيع العربي. هذا المشروع لا يهدف إلى استعادة دولة الجنوب، ولا يهدف إلى إيجاد حتى عاصمة مستقرة داخل عدن، ولا يخدم مؤسسة الدولة. كل هذا يهدف إلى خدمة الأجندات الخاصة للإمارات العربية المتحدة. لا نتحدث عن حملة الاعتقالات، علينا أن نتحدث مباشرة عن مشروع الانقلاب. لا نشرع أن إذا أتينا ننتقد حملة الاعتقالات ونتحدث عن حملة الاعتقالات ومداهمات المنازل وكأننا نعطي فرصة أن ما حصل هو إجراء قانوني. لا بالعكس، علينا أن نتحدث في الموضوع الأساسي، هو ما حدث من انقلاب على الشرعية الدستورية، وما حدث من انقلاب، أنا بدعيني أقول أنه انقلاب على القضية الجنوبية وانقلاب على الجنوبيين أنفسهم. طبيعة الانقلابات لها تداعيات كثيرة، منها مداهمة منازل المخالفين، الاعتقالات وإلى آخر. نعم، هو ربما نفس ما حدث في صنعاء. ما حدث في صنعاء صحيح. هو ذات السلوك ينعكس اليوم في عدن. إذن الميليشيات بذاتها بطبيعة تكوينها لا تصنع دول. الميليشيات دائما تسعى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي، إلى تدمير مؤسسات الدولة، إلى خدمة أجندات خارجية لا علاقة لها بالقضايا الوطنية على المطلق. نعم، إذن من الواضح أن التحالف هو من هندس هذا الانقلاب، ويرى ضيفنا عبر السكايب بأن السعودية هي شريك فيما يحصل في عدن، والإمارات هي حليف واضح أيضا. هل تعتقد أن الخطوة التالية هي استخدام هذه كمحلل يقوم بإطفاء الشرعية على هذا الانقلاب؟ ما حدث كما أسلف ليس وليد الصدفة، هو حصل من قبل في منع الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها، منع رئيس الدولة من العودة عبر مطار عدن، ما حدث في جزيرة سقطرة، الأجندة والأدرع العسكرية التي أنشأتها الإمارات، كل هذا لا أعتقد أنه مر بحالة غضب أو حالة رفض من الشريك الأكبر داخل التحالف العربي. لا أعتقد أن الجميع يتحمل مسؤوليته. أنا ما زلت أعول شخصيا، ما زلت أعول على أن لابد من عودة لا أعول على أشخاص ولا أعول على الخارج، ولكن أعول على الإرادة اليمنية، فإن لابد أن يعود الحق إلى نصابه، لابد أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح. للجنوب قضية عادلة، كلنا ناضلنا من اللحظات الأولى لانضمام الحراك الجنوبي من أجل هذه القضية العادلة، وما زلنا نرى في أن هذه قضية عادلة لابد أن يتحل باحترام الإرادة الشعبية. ما حدث في عدن لا علاقة له بالمجمل باحترام الإرادة الشعبية، حتى الحشود التي ستتم هي مجرد محاولة لإضفاء طابع جماهيري أو طابع شرعي على عملية الانقلاب التي تمت، والتي تخدم الإمارات العربية المتحدة أكثر مما تخدم الناس في الجنوب وتخدم قضيتهم العادلة. لذا على أبناء الجنوب أن يعوا الخطر اللي موجود أمامهم، وأنا كما قلتها لحظة تأسيس المجلس الانتقالي بأنه مجرد أداة إماراتية لابتزاز الشرعية من جهة، والابتزاز القضية ولإضعاف القضية الجنوبية من جهة أخرى. هذا ما حصل اليوم. اليوم يبتزوا الشرعية، لم يعلنوا الانفصال ولم يعلنوا الانفصال، هم يريدوا إشراء المشاركة في السلطة، يريدوا البحث عن مصالح خاصة لهم. كانوا في السلطة كل هؤلاء القيادات المجلس الانتقالي منهم المحافظين والوزراء، بل إنهم كانوا بؤرة فساد داخل محافظاتهم، بؤرة فساد داخل وزاراتهم. يأتوا اليوم يتحدثوا باسم القضية الجنوبية على الجماهير في الداخل، انتعي الخطر المحدق بالقضية الجنوبية. اليوم الخطر الأكبر في المقام الأول يأتي للقضية الجنوبية، وأيضا خطر على الدولة اليمنية التي تمزقت ما بين شمال وجنوب، ما بين صنعاء وعدن، ما بين ميليشيات هنا وهناك. لكن نعم، إذن وجود هذه الميليشيات هنا وهناك أستاذ شفيع، يعني كيف بإمكان ميليشيا الحوثي أيضا أن تستفيد من انقلاب عدن؟ ويعني ما هو حجم خطر ذلك على فكرة الدولة على ضوء وجود انقلابين في صنعاء وفي عدن؟
أي محاولة من قبل التحالف العربي أو من قبل الشرعية أو أطراف داخل الشرعية لشرعنة ما يحدث في عدن ينفي المبرر بالتالي لمواجهة الحوثي أو قتال الحوثي، لأن ليس من المنطق أن تتعاطى مع انقلاب وترفض انقلاب آخر. الانقلابات كلها سواء، إذا ما تعاطينا مع انقلاب صنعاء فهذا يشرعنا أيضا لانقلاب صنعاء. على التحالف العربي إذا ما أراد أن ينتصر للأهداف التي جاء من أجلها أن يضع حد لطيش الإمارات العربية المتحدة وأن يعطي الصلاحيات الكاملة للشرعية لتمارس مهامها، لأن من المعيب 5 سنوات ومطارات وموانئ اليمن لا تستطيع الحكومة الشرعية أن تتحكم فيها ولا تتحكم في مساراتها. الشرعية اليمنية لا تستطيع أن تبني أو تزود لواء معين بسلاح من خارج الحدود، كل هذا تحت إمرة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. بالموازي تم تسليح وإنشاء ميليشيات وأذرع عسكرية هي التي قلبت الوضع داخل أو انقلبت عن الشرعية داخل عدن. إذا علينا أن نضع الأمور في نصابها الصحيح ونناضل من أجل استعادة الدولة اليمنية التي في إطارها نستطيع أن نحل القضية الجنوبية ونتحدث عن حل عادل للجنوب. ما يحدث اليوم هو انفراد طرف داخل الجنوب، الطرف هذا لا يستطيع أن يدعي تمثيل القضية الجنوبية واحتكارها حتى وإن احتكم إلى قوة السلاح وإلى حدود الجماهير. في اللعبة السياسية لابد من إفراد كل الأطراف السياسية على طاولة حوار واحدة لحمل القضية الجنوبية والبحث عن حلها، لا يمكن أي طرف معين أن يحتكرها أو أن يعيدنا إلى الماضي بعقلية شمولية إقصائية. إذن بسقوط العاصمة الثانية بهذا الشكل أستاذ شفيع وعمليا الشرعية أصبحت لافتة أكثر من كونها دولة على الأرض، ما هي سيناريوهات المرحلة المقبلة من وجهة نظرك؟ أنا شخصيا ما زلت متفائل بأن القادم سيكون أفضل مما هو عليه اليوم، وستستطيع الشرعية إذا ما أرادت الانتصار لذاتها ولمشروعها أن تمسك زمام المبادرة مرة أخرى وتستطيع أن تنتصر للمشروع الذي ضحى من أجل اليمنيون ضد ميليشيات الحوثي التي تهدف إلى تقويض ما تبقى من الدولة ونظيرة. نعم، لكن يعني من الواضح أنها لا تريد فعل ذلك أستاذ شفيع، يعني ربما واتتها الفرصة أكثر من مرة ولم تستطع التمسك بها لتظهر نفسها كشرعية، يعني هل من المعقول أن تتحرك الآن بعد كل ذلك؟ علينا ألا نفقد الأمل، لأن فقدان الأمل معنى أننا نسلم رقابنا لهذه الميليشيات التي ظهرت في صنعاء والتي ظهرت في عدن وستظهر ميليشيات أخرى في غيرها من المحافظات. علينا ألا نفقد الأمل كقوة يمنية حية تتطلع إلى مشروع الدولة، ما زال لدينا الكثير لكي نستطيع أن نحافظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة. إذا شكرا جزيلا لك شفيع العبد وكيل وزارة الشباب، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ لبيب. أستاذ لبيب، يعني ربما يعني ما طرحه الأستاذ شفيع بأن هناك فعلا انقلاب حتى على القضية الجنوبية، برأيك يعني ما هو موقف الشارع مما يحدث؟ ما الذي يجب عليه فعله في حال يعني أو في وجود خذلان حقيقي من الشرعية، تواطؤ من قبل التحالف، انقلاب على حتى إرادة الشعوب في الجنوب وغيره؟ بالنسبة للشارع في داخل مدينة عدن، يجب أن يعرف الجميع أن هذه المدينة وأبنائها ظلموا على مر السنوات الماضية جميعا. كان المتقاتلون ليسوا من مدينة عدن، يأتوا للقتال في داخل مدينة عدن، هكذا يقول التاريخ. أكان هذه المرة أو المرات السابقة؟ طبعا هناك أعداد كبيرة تشترك في خضم القتال هذا، ولكن بدوافع مختلفة، إما ليس عن قناعات، إما بدافع الحاجة المالية انخرطوا في عملية التجنيد كما حصل مع المجلس الأمني أو مع الحزام الأمني أو مع القوات الرئاسية. يعني أنا أعرف كثير من الشباب هم عيال عم واحد مجند مع الحزام الأمني والآخر مجند مع القلب الرئاسية، هم فقط يعني هذا بالنسبة لهم هو مصدر دخل، ويعتقدوا بأن هناك هذا حصل في البداية طبعا بعد انتصار عدن في 2015، كثيرا انخرطوا في الألوية العسكرية بمختلف ولاءاتها. الشارع العدني لا يريد هذه المعمعة. الشارع العدني شارع واعي، ناس فهمانين، ناس عانوا جدا من الحروب، هم أبائهم أجدادهم يعلمون تماما أن هذه الحروب هي حروب انتقامية تتكرر كل 10 سنوات، كل 15 سنة. الدمار يقع على مدينة عدن، القتل يقع في داخل مدينة عدن، على أبناء وبنات عدن، على أطفال عدن، على الحرمان والبؤس يقع على العوائل والنساء في عدن.
هؤلاء مقاتلون يأتوا من مناطق مختلفة يتقاتلوا في هذه المدينة ثم يغادروا حسب مصالحهم. أنا استمعت إلى الأخ شفيع العبد وهو يقول أن أنا ما زلت متفائل وما زال لدي أمل. الأخ شفيع العبد أنا لا أعلم كيف يبني أو كيف بنى هذه النظرية أو هذه الآمال على ماذا. هذه أخي العزيز معركة طاحنة في داخل الجنوب، معركة بنت لها دولة الإمارات فترة طويلة جدا. الآمال تبنى في قضايا تكون أقل شأنا. نحن نريد تحرك حقيقي من الشرعية، الشرعية التي كانت ميزانيتها ضخمة جدا، حتى ميزانية وزارة الداخلية نفسها أعتقد أنها كانت يعني الأرقام الذي عندي أنا لست متأكد منها، ولكن في كل الأحوال مبالغ كبيرة صرفت على وزارة الداخلية. أين ألويتها العسكرية؟ وزارة الدفاع اليمنية لماذا لم يكن لديها ألوية عسكرية؟ لماذا لم يكن هناك تجنيد كما كان هناك تجنيد في داخل الحزام الأمني؟ لماذا لم تتخذ الشرعية إجراءات احتياطية وقائية لردع أي شخص أو أي جهة أو أي دولة تعتدي على أمن عدن؟ لماذا لم يتم كل ذلك؟ لماذا لم تستدعي الشرعية؟ لماذا لم تطلب الحكومة الشرعية أو رئيس الجمهورية من سفيرها في داخل الأمم المتحدة هنا في نيويورك أن يقدم ورقة إلى الأمم المتحدة؟ لماذا لم يطلبوا اجتماع لمجلس الأمن؟ لماذا لم يقدم عبد ربه منصور هذه إلى اللحظة هذه يعني اعتراض رسمي إلى جميع المحافل الدولية بما فيهم المنظمة الدولية هنا اليونايتد نيشن؟ لماذا لا نرى هذه التحركات؟ لماذا هذا الصمت؟ لماذا هذا السكوت؟ هذه حكومة كاملة مسؤولة عن 30 مليون يعني نحن خرجنا في 2011 لأسباب والله أقل بكثير يعني من ما يحصل الآن. خرجنا من أجل فساد، اليوم يحصل فساد، يحصل تقسيم، يحصل تشتيت حتى في داخل الجنوب نفسها تشتت. يا أخي إذا أنت لم تعد تهتم بالوحدة اهتم على الأقل في الحروب الطاحنة التي تأتي على الجنوب في الأيام القادمة. أنا أسف قد أكون خرجت في إجابتي شوية نتيجة الانفعال، ولكن ما يحصل في عدن مؤلم على جميع الصعد. نحن لا نريد لأبناء الجنوب أن يقتلوا بينهم البين، ولكن ليس هناك جهة عاقلة ممكن أن تحتضن الوضع وتحل المشاكل. إذا كان الوضع سيؤول إلى سيطرة كاملة للمجلس الانتقالي، سيطرة كاملة والشرعية عاجزة، فأنا رأيي الشخصي أن ترفع الشرعية يدها عن عدن وترفع الشرعية يدها عن مناطق الجنوب وتجعلهم يعيشون بسلام حتى وإن لم يكن هذا خيار الغالبية. ولكن إذا كانت الشرعية عاجزة يجب ألا تؤدي أي رد فعل، يجب أن ترفع يدها وتجعل الناس يعيشون بسلام تحت سيطرة الانقلاب وانتهى الأمر. أما إذا كان لديها ما تفعله فيجب أن تفعله الآن قبل فوات الأوان. إذا اسمح لنا أستاذ شفيع أن نذهب أيضا لضيفتنا، عفوا أستاذ لبيب، أن نذهب لضيفتنا أيضا عبر السكايب الأستاذة سمية الثور مسؤول ملف السياسي في شبكة نساء من أجل اليمن من برلين. مساء الخير أستاذة سمية. مساء النور. أهلا بك أستاذة سمية. بداية يعني نتحدث الآن عن انقلاب في الشمال وآخر في الجنوب، هل الدولة ذاهبة إلى التشظي التام برأيك؟ برأيي أن ما يحدث الآن في اليمن أمر يعني كان بديهيا بالنسبة لكثير من المراقبين المحليين والدوليين، لأن ما قامت به الإمارات والسعودية في المناطق المحررة لم توحي إطلاقا بأي دعم لدعم الوحدة اليمنية، لدعم الشرعية اليمنية. وكثير من المرات تكلمنا في هذا الإطار وتكلمنا بهذا الكلام أنه ما يحدث في هذه المناطق لن تكون نتيجته إلا الانقسام والانشطار أكثر وأكثر. ما يحدث في عدن لا أحد يستطيع الآن أن يقر أو يؤكد أنه سيحدث انفصال أم لا، لأن الانفصال ليس حتى في مصلحة التحالف على الأقل في الوقت الحالي. في الوقت الحالي التحالف ما زالت متمسكة بشرعية هادي، وشرعية هادي مرتبطة
بأشياء كثيرة مرتبطة فيها قضية وحدة اليمن، من ضمنها قرار 2216 وكثير من والمبادرة الخليجية وغيرها من التشريعات أو القرارات التي تدعم الشرعية وتدعم في نفس الوقت الوحدة اليمنية. فبالتالي يعني مراقبة الوضع هذه المدة كلها وعدم اتخاذ أي إجراء لامتصاص الوضع في المناطق الجنوبية والمناطق المحررة هو ما أدى إلى الوضع الحالي في عدن. نعم، إذن البعض يقول أستاذة سمية أن السعودية قد تتراجع وهددت الانتقالي بذلك بأنها ستضرب وما إلى ذلك، ولكن عمليا لم يستجب الانتقالي لأي تهديدات. هل يمكن أن يكون ما حدث دون موافقة الرياض برأيك، أم أن ذلك التهديد والخروج المتأخر مجرد لعبة يعني أمام يعني الناس؟ حقيقة لم يعد يهم هل هي لعبة أم لا، بقدر ما يهم الحدث بحد ذاته. نحن نتكلم عن انقلاب مكتمل الأركان تم دعمه من الإمارات باعتراف الإمارات باعتراف مستشارين الدولة وباعتراف وزرائهم ومثقفيهم وإعلاميهم، فبالتالي نحن أمام انقلاب عسكري مدعوم من الخارج، بمعنى أنها ميليشيات مرتزقة من خارج اليمن تدعم انقلاب ضد الدولة اليمنية وهي الدولة الشرعية المعترف بها دوليا. فبالتالي أنا الحدث هل السعودية يعني على علم أم لا أصبح كلام يعني خارج إطار الواقع، لأن السعودية أضعف أصبحت هي الحلقة الأضعف في التحالف، أصبحت الإمارات هي اللاعب الأساسي وهي التي ستسير أي قرار سعودي، لأن السعودية بسبب فقدانها وعدم وضوح الهدف والاستراتيجية مفقودة تماما لدى السعوديين. فبالتالي الإمارات تعرف ماذا تريد من البداية، يعني خططت دربت 80,000 يعني في إطار عدن، يعني في إطار الأمن في قوات الأمن والعسكر وجنود في أكثر من المناطق الجنوبية. فبالتالي نحن نتكلم عن تخطيط ممنهج لدولة الإمارات، فبالتالي السعودية أصبحت يعني مسيرة أكثر منها مخيرة، وللأسف أن الشرعية لا زالت تعلق آمال على هذه الدولة أو المملكة التي بنفسها لا تملك هذا القرار. فالانقلاب الذي حصل وإن لم يكن بإرادة السعودية وهو أكيد ليس في صالحها بالبتة يعني، لكن لا تستطيع أن تقاوم هذا الانقلاب. 5 سنوات من الحرب في اليمن، يعني أي إنسان أبسط إنسان ممكن يقول لك يعني ماذا فعلت السعودية أو ماذا فعل التحالف مع الحوثيين من 2015 إلى اليوم. تشن السعودية والتحالف يعني حرب على اليمن ليس فيها خاسر وليس فيها كسبان، بالعكس السعودية أصبحت هي الخاسر الأكبر والشرعية معها هي الخاسر الأكبر، فبالتالي لن يصدق أحد أي تهديدات قادمة من السعودية. نعم، وربما هذا ما ذكره شلال وهو يحدث يعني أتباعه وعلق على هذه النقطة. اسمح لي فقط أن أنقل بالحديث للأستاذ لبيب. ما رأيك أستاذ لبيب؟ يعني تقول الأستاذة سمية أنه حتى وإن هددت السعودية فلا جدوى من ذلك التهديد، لأننا عمليا نخوض 5 سنوات حرب لا يوجد فيها خاسر ولا رابح، فبالتالي تهديدات السعودية لا معنى لها ولن تؤثر
متأثر بالمرة، وربما الجميع شاهد الفيديو الذي ظهر فيه شلال وهو يتحدث عن السعودية تقصف الحوثي وما زال صامدا، وهو عقيدته مختلفة عن عقيدتنا وما إلى ذلك. هاني بن بوريك، عفوا. فعلا كما قال هاني بن بوريك، هاني بن بوريك يتحدث لأنه يعرف تماما أن لديه القوة العسكرية على الأرض. نفترض أن السعودية ضربت من الجو وضربت من البحر وضربت، هي ستهدم المنازل، ستقتل الناس، لكن أنت تحتاج لكي تجتاحي عدن وتعيدي الأمور إلى نصابها تحتاج إلى قوة عسكرية ضاربة على الأرض، إلى أعداد كبيرة وإلى عتاد كبيرة. عتاد كبيرة وأعداد كبيرة ليست بيد الجيش السعودي وإنما بيد الجيش اليمني الذي لا تثق به السعودية. الإمارات على الأقل وثقت في الحزام الأمني وأفراد الحزام الأمني وقيادة الحزام الأمني والمجلس الانتقالي وأعطتهم أسلحة من النوع الخفيف والثقيل، هي إلى الآن تتعامل معهم كأدوات بالتأكيد، هي إلى الآن لم تثق بالحزام الأمني ولم حتى، وأنا أؤكد على ذلك أنه لم يكون هناك قاعدة عسكرية أو قاعدة جوية للمجلس الانتقالي لا الآن ولا على المدى البعيد. فبالتالي حتى الإمارات تتعامل معهم ككتائب تابعة لها، والسلاح يبقى في أيديهم في يد الإمارات. لكن إذا جينا للسعودية، السعودية بعيدة كل البعد على تنفيذ تهديداتها. السعودية ليس لديها رجال على الأرض لا من جيشها هي، وليس لديها رجال للأسف الشديد من الموالين لها من الشرعية، لم يعد أحد يثق في الشرعية صدقين، والقيادات تثق في الشرعية لأن القيادات منخرطة ضمن الحكومة لديها مصالح معينة. أنا لا أتحدث بصدق كامل، لكن الجنود معنوياتهم سيئة. السعودية ترفض أن تعطي أي سلاح حتى متوسط للجيش اليمني كما قال القائد سابقا وقالها كثيرين. بمن ستحارب؟ كيف ستنفذ السعودية تهديداتها؟ نفترض أن السعودية أرعدت، نفترض أن السعودية كانت صادقة في تهديدها، كيف ستنفذ هذا التهديد؟ إذا اسمح لنا أستاذ لبيب، أنت وضيفتنا أيضا أستاذة سمية، أن نذهب باتصال هاتفي مع عضو مجلس الشورى صلاح باتيس من إسطنبول. مساء الخير أستاذ صلاح. مساء الخير، حياكم الله جميعا. أهلا بك أستاذ صلاح. بعد سيطرة الانتقال على العاصمة المؤقتة عدن، بات هادي ورجال الشرعية في الرياض جميعا رهن للقرار السعودي، كيف تقرأ المشهد من خلال ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن يجعل هذا العيد وكل الأيام القادمة أيام مباركة وخير وبركة على كل اليمنيين والعالم أجمع. في الحقيقة أنا دائما عندما أقرأ المشهد بعد الذي حدث في عدن أقول أن عدن أصلا لم تكن بيد الشرعية بشكل كامل، هم فقط صحيح يستأذنوا كل من أرادوا الخروج إلى عدن. كان هناك استئذان من الجانب الإماراتي المسيطر على عدن وأدواته طبعا المحلية، حتى أن هناك بعض الوزراء لا يستطيع الذهاب إلى عدن، ونائب الرئيس لا يستطيع الذهاب إلى عدن، وحتى رئيس الجمهورية في الفترة الأخيرة لا يستطيع الذهاب إلى عدن. ولو لاحظتم كنا نطالب ولا زلنا بعودة الرئيس إلى العاصمة المؤقتة وكل قيادة الدولة لقيادة المرحلة من هناك وقيادة الشرعية من الداخل، فما لم تكن هناك يعني استطاعة للعودة لأن المنطقة ليست آمنة، فيها ميليشيات وعناصر مسلحة لا تتبع الدولة ولا تتبع الشرعية ومدعومة من الإمارات. الذي حدث هو استكمال فقط السيطرة لما بقي من وحدات عسكرية وألوية حماية رئاسية كانت تعمل السلطة الشرعية بدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية على بنائها كمؤسسات عسكرية وأمنية تتبع الحكومة الشرعية، سواء ألوية الحماية الرئاسية أو المؤسسات وحدات الأمنية التي تتبع وزارة الداخلية. تمت السيطرة عليها بشكل مباشر وعلني وواضح ومكشوف أمام العالم. لا شك أن اكتمال الصورة ووضوحها بهذا الشكل يضع التحالف العربي أمام مسؤولية يعني كبيرة جدا، ويضع الشرعية أيضا أمام مسؤولية أمام الشعب تجاه الشعب اليمني. وينبغي أن يكون هناك مصارحة وتكون هناك يعني مسؤولية مكشوفة، لم تعد المسألة تستدعي تغطية مثل هذه الأخطاء ومثل هذه التصرفات التي تعبث بالواقع اليمني والمشهد اليمني وتعبث حتى ب
الاتفاقيات المشتركة بين اليمن والتحالف العربي، لا شك أن هذه المسؤولية بشكل مباشر تقع على عاتق الأخ رئيس الجمهورية وعلى عاتق الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لأنهم هم من دعا لتشكيل التحالف العربي وقيادته حتى اللحظة. برأيك أستاذ صلاح، ما الذي تبقى من الشرعية عمليا؟ هناك من يتساءل هل ستقوم الشرعية بتنصيب عاصمة مؤقتة جديدة لمواجهة الانقلاب الجديد، أم ستذهب لشرعنة الانقلاب والتماهي معه؟ أعتقد أن الشرعية هي ليست في شخص الرئيس عبد الرب منصور هادي أو حكومته، الشرعية هي قيمة وهي مظلة وهي المشروع الوطني الذي أعطاه اليمنيون بموجب المبادرة الخليجية وآليات التنفيذية المزمنة، بحيث يجنبوا البلد مزيدا من الدمار ومزيدا من الدماء، بحيث يكون هناك انتقال سلمي للسلطة. ذهب اليمنيون لاختيار رئيس توافقي هو الرئيس عبد الرب منصور هادي، هذه هي الشرعية، ليست في شخص. لكن العالم لا يتعامل معها بهذا الشكل، يتعامل معها في شخص هادي والجميع يعلم ذلك. لو كانت قيمة كما تفضلت ربما لأزيح هادي من المشهد منذ زمن، ولكنه يستغل ك يعني كشرعية معترف بها ليكون مظلة لكل ما يحدث. الإزاحة تحتاج إلى آلية قانونية دستورية، يعني العالم اليوم معترف بشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي لأنها إدارة مرحلة، لا يمكن للرئيس عبد الرب منصور هادي أن يسلم الشرعية إلا لرئيس منتخب. ومتى يكون هناك لدينا رئيس منتخب؟ ما لم تنتهي هذه الحرب وينتهي هذا التمرد وتستعاد الدولة وينتقل الناس إلى مرحلة الاستحقاق الذي يختارون فيه رئيسهم. القضية اليوم هي بيد الرئيس عبد الرب منصور هادي، بجرة قلم يستطيع أن يقلب المعادلة، بجرة قلم يستطيع أن يقلب المشهد، واليمنيون معه. لا زالت هناك فرصة كبيرة جدا أمامه وأمام الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإعادة المياه إلى مجاريها. لسنا بحاجة إلى إعلان عاصمة ثالثة، نحن لدينا العاصمة صنعاء محتلة ولدينا العاصمة المؤقتة عدن، أصبحت اليوم في قبضة ميليشيا أخرى. لا شك أن اليمنيين يدركوا جيدا اليوم، وكلما اتضحت الصورة وكلما أصبح المشهد بهذا الوضوح كلما اقترب الحل. يعني أنا أرى بنظرة تفاؤلية أكثر الأمور التي تعمل تحت الطاولة، عندما ترتفع إلى السطح وتصبح واضحة أمام الجميع، لا شك أن هذا يندر بامتراجة قريبا إن شاء الله. نعم، إذن شكرا جزيلا لك صلاح باتي سعد مجلس الشورى، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول. وعودة إليك أستاذة سمية. أستاذة سمية، المجتمع الدولي موقفه صمت تام على ما يحدث في عدن من انقلاب، ما تفسيرك لذلك؟ العالم لم يحرك أي ساكن إزاء انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية في اليمن. لا، برأيي يعني أعتقد أن الانقلاب هذا لم ولن يعترف به أحد على الأقل في الوقت الحالي، فبالتالي هم لا يريدون أن يعطوا الأمر يعني حجم أكبر من ما يظنوا أنه شيء بسيط تستطيع الإمارات والسعودية أن تحله فيما بينها، خاصة أن المتورط في هذا الأمر هي الإمارات ومصالحهم الاقتصادية والاستراتيجية كبيرة جدا، فبالتالي الأمر مثل هذا يحسب له ألف حساب أكثر من حساب اليمن ووضع اليمن في هذه المرحلة. يعني وأيضا يعني المجتمع الدولي عندما يتعامل مع دول مثل اليمن يتعامل معها بحلفائها، يعني نحن للأسف ابتلينا بحليف سيء وحليفه أسوأ، فبالتالي لن نستطيع أن يعني نؤثر تأثير كبير ما لم يكن هناك موقف قوي. ومثل ما ذكر الأخوة يعني لا زالت الشرعية ولا زال الرئيس هادي يمتلك يعني أكثر من ورقة يستطيع أن يقلب المعادلة بها، ولو أن الشرعية اليوم تعاملت مع القضية اليمنية بالقاعدة الشعبية وبانطباع الناس
لكان الوضع مختلف تماما، لكن للأسف الشديد هناك خذلان كبير في الشرعية وفي الإقليم والمجتمع الدولي. إذن شكرا جزيلا لك سمية الثور، مسؤول الملف السياسي في شبكة نساء من أجل اليمن، كنت معنا عبر سكايب من برلين. عودة إليك أستاذ لبيب. أستاذ لبيب، يعني برأيك أين يتمركز الموقف الشعبي من كل ما يحدث، خاصة من لو تحدثنا عن الانتهاكات والمشاريع المناطقية وكل ما يحدث في عدن؟ الجميع يقف موقف المصدوم، الجميع يقف موقف المتألم، الجميع يقف موقف المنتظر لما سيقوم به الرئيس هادي. وأنا دائما أركز على كلمة الرئيس هادي، لأنه الشرعية الآن كلها، لكي نكون صادقين، هي الرئيس هادي. الجميع ليس لديهم سلطة، الوحيد لديه السلطة هو الرئيس هادي، الوحيد الذي يستطيع أن يطمئن الشعب الشارع اليمني هو الرئيس هادي بموقفه، ولو حتى بكلمة يقول بها للناس تماما ما يحدث. ينقسم طبعا الشارع فيما يحدث، الجميع يعلم ذلك. هناك مؤيد، اليوم هذه المجلس الانتقالي يجمع الحشود من داخل عدن ومن خارج عدن لكي يطالب بالمرحلة الثانية أو بالخطوة الثانية، وهي المطالبة باستقلال الجنوب. أنا شخصيا ليس لدي أي مشكلة في الاستقلال إذا أو في انفصال الجنوب إذا ثبت أن هذا هو مطلب الغالبية من أبناء الجنوب، لكن إلى الآن ليس هناك ما يؤكد أن أغلب أبناء الجنوب أو أغلب السكان أو أبناء المحافظات الجنوبية يريدون الانفصال. ليس هناك ما يؤكد هذا الأمر، هناك ما يؤكد أن هناك مجموعة أو ميليشيات مسلحة تريد هذا الخيار، لا أكثر ولا أقل، لديها إمكانية مادية وسلاح. أما الشارع اليمني بشكل عام لا يريد أن يعود إلى فترة التشطير وإلى المعاناة. وأيضا هناك أمر مهم جدا، إذا عادت مرحلة التشطير ستنفجر حروب مستمرة ما بين الشطر الشمالي والشطر الجنوبي على المناطق الحدودية كما كان سابقا. فيحصل اعتقالات لأبناء الجنوب في الشمال والاعتقالات لأبناء الشمال في الجنوب. لا أحد يقول أو لا يستطيع عن أحد أن يزايد، لأنه فيما بعد سيكون هناك، وهذا حاصل أساسا فعلا، هناك في صنعاء، هناك في تعز، هناك في أب من أبناء الجنوب، للأسف الشديد بعض من أبناء الجنوب، قليلين من أبناء الجنوب يؤيدون ما يحصل الآن في داخل عدن رغم أنهم يعيشوا في المناطق الشمالية. وهناك من أبناء الجنوب في داخل يرفضون تماما ما يحصل من قبل المجلس الانتقالي. فإذا هؤلاء الذين حاليا يؤيدون تصرفات المجلس الانتقالي ولديهم مساكنين في المناطق الشمالية ولديهم مصالح في المناطق الشمالية ولديهم بيوت في المناطق الشمالية، هؤلاء كلهم سيكون عليهم علامة استفهام في المستقبل في حالة أنه حصل التشطير، لأنهم سيتهمون بناء على مواقفهم الحالية بأنهم جواسيس ويعملوا لصالح المجلس الانتقالي، حتى وإن لم يكن هذا الكلام صحيحا، حتى وإن كانوا الآن يتحدثون مجرد أحاديث أو مجالس ثمر أو أحاديث في المجالس العامة، لكن فيما بعد ستكون الحالة استخباراتية بحتة. الجميع سيتهم بأنه في الشمال سيعمل لصالح الجنوب، ومنهم في الجنوب سيتهمون بأنهم يعملون لصالح الشمال. الشارع اليمني لا يريد أن يعود إلى هذه المرحلة التي عانى منها كثيرا، ولكن كما أخبرتك ليس هناك إحصائيات دقيقة. لم ينتظر المجلس الانتقالي إلى المراحل التي كان يتفق أو تم الاتفاق عليها في الدستور اليمني الذي كان يجب أن يطرح للاستفتاء، بأن يكون هناك مرحلة ومن ثم يكون هناك استفتاء، لم ينتظر إلى مخرجات تنفيذ مخرجات الحوار بأن يكون في المستقبل أو بعد كم سنة استفتاء، لكي يعلم العالم جميعا، ليس فقط أبناء الجنوب، العالم جميعا يعلم أن هذا خيار الشعب الجنوبي، وبالتالي يجب أن يتم الانفصال. هذا هو المنطق. نحن لسنا ضد خيارات الشعوب، ولكن لسنا ضد فرض الخيارات من قبل قلة بقوة السلاح. نعم، إذن شكرا جزيلا لك لبيب ناشر، الناشط الحقوقي والسياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. كما هو لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.